السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في قناة اس اي تيوبر. طبعا اليوم مثل ما انتم شايفين جت الشحنة، ولكن يبدو لي انها متضررة، فنفتحها ان شاء الله مع بعض ونشيك على الشحنة. طبعا الشحنة هي عبارة عن فيجرز، اللي يعرف اللي ما يعرف ايش معنى فيجرز، اللي هي زي الدمى، تكون باشخاص، تكون بممثلين، تكون ب يعني اشياء مشهوره او ممثلين مشهورين او سوبر هيرو، خلينا نقول ابطال. ما عندنا للاسف بالسعوديه، دورت ما حصلت. نزلنا على دبي انا والشباب ولقيناها في سوق دراغون مول اللي هو المعروف السوق الصيني، واخذنا لنا كم غرض. ولما جيت اشحنها بالطياره قالوا انها الصناديق كبيره شوي، الكراتين نفسها كبيره شوي، فلازم تسوي لها اللي هو رابينج، اللي تروح لمهم تدفع لهم 30 درهم تقريبا، يكيسون لك الغرض ويحطونه مع الشنط حقتك. فللاسف زي ما وريتكم قبل شوي، والله اتوقع ان الجوكر راح فيها، خلونا نشيك عليه. طبعا للاسف في امازون غاليه نفس الفيجرز هذه، للاسف يعني غاليه جدا وصعب انك تلاقيها، وبعضها ما تنشحن للسعوديه، شكلها انعدم هذا والله يبدو لي. طبعا زي ما قلت اسعارها تقريبا الفيجرز الواحد من 200 وشوي تقريبا، وعلى حسب الحجم وعلى حسب اذا كان رفيع، اذا كان مثلا ايرون مان، اذا كان ذا هولك، شخصيات مارفل، هذه اسعارها برضو غاليه. عن هذا هو شخصيتين مع بعض قاعدين على كنب، يبدو لي انها مين مكسورة، لا الحمد لله مين مكسورة. حلو، نخلي هذه على جنب، وهذه الشخصية الثانية. طبعا واحد بيكون منهم علاوي، واحد بيكون منهم انا، فنخليهم على جنب ذولا الاثنين. نجي الشخصية المفضلة عند الجميع تقريبا، من الشخصيات المفضلة لي والعلاوي تقريبا اغلب الشباب، ف بنحطه داخل الكيس حق البي سي، بنفكه مع بعض وبنحطه ان شاء الله داخل الكيس حق البي سي علشان يضيف جمالية اكثر للبي سي حقنا. alright حبيب الشعب راح يكون داخل الكيس حق البي سي بإذن الله. هذا اللي هو الجوكر، زين هذا اللي هو الجوكر راح يكون داخل البي سي زي ما قلت. طبعا الاكشن فيجرز او الفيجرز يسمونها، منها انواع، فيها اللي هو لو كواليتي جودته ضعيفه، وفي اللي جودته ممتازه اللي يكون دائما تفاصيله زي كذا. حتى هذا ترى هذا قماش، هذا قماش، ما هو بلاستيك او صلصال او زي بعض الاكشن فيجرز. يعني اقدر مثلا، ما ادري اذا يده ترتفع ولا لا، لا ما اقدر. اوكي طبعا في زيه السلسال برضه هنا، ف اتوقع في عطونا برضه سلاح له. اوكي there you go، هو شخصيه
الجوكر سلاح. هنا 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 المشاهدين، هنا 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 المشاهدين، خلصنا من الجوكر. طبعا هذول حقين مخصوص للقناة. هذا كبير مرة، هذا هذا كبير مرة وجاهز ومعه عدته كلها. بسم الله. This is our first guy. الثاني الاثنين هذولا راح اختار لهم زاوية انهم يمثلون انا وعلي او دخولية حقت القناة، والجوكر راح يكون ان شاء الله باذن الله. خليك هنا يا باشا. راح يكون جوا الكيس بالخلف، راح اوريكم صورة او خليني اصورها فيديو او صورة افضل وهو جوا الكيس والكيس شغال مع الاضاءة. باذن الله الحلقة والانبوكسينج والاشياء هذه راح دائما فكها مع بعض، راح دائما نسوي لها انبوكسينج مع بعض، وانا صراحه من عشاق الاشياء هذه. كان معكم صالح من قناه اس يوتيوبر. ان شاء الله باذن الله هالحلقه وهالفيجرز ما راح توقف اي شيء نسوي له انبوكس مع بعض. وكالعاده نقول لايكك وسبسكرايبك، ودائما نشوفكم على خير.